مسلسل المسيح، مسلسل بيفجر غضب كبير جدا امام منصة نتفليكس. يا ترى نتفليكس عايزة ايه؟ اطلقت نتفليكس مسلسل جديد بعنوان المسيح او رجل المعجزات، كمان قررت انها تترجمه، واثار المسلسل حالة من الاستياء والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المشاهد والاحداث اللي بتدور فيه، وتعتبر صورة وصفها البعض بانها مسيئة للإسلام. أثار المسلسل الكثير من الجدل حتى قبل خروجه للنور، وكمان تجاوزت عدد المشاهدات للإعلان الرسمي 12 مليون مشاهدة خلال شهر واحد بس. وكمان في أقاويل بتقول بأن الهدف من المسلسل خلط الأمر على المسلمين والتشويش على معتقداتهم والتشكيك فيها، من خلال أن المسيح الدجال بيظهر في المسلسل على أنه المخلص والمنقذ للاجئين من الحروب اللي بتقوم بيها الدول الإسلامية، وبينقلهم لبر الأمان في إسرائيل. الجدير بالذكر إن دي مش أول مرة نتفليكس تعمل الحركة دي، قبل كده عملوا مسلسل موسى وأظهروا فيه النبي موسى عليه السلام. فيا ترى إيه الأجندة أو الخطة اللي بتتبعها نتفليكس، وبالذات إنها بتصر على إنتاج أعمال فنية يكون ليها إثارة للجدل واسعة وكبيرة في الدول العربية؟